ورني كل شيء جاهز. أنا أشوف أول شيء. الله إيه هذا البوفيه جاهز. زبط لي هذه منيح. زبطناها. شو أنا ما جاهز. أنا ما أحكي. أحكيك. هاي أمه. رتب رتب. خير سويتوا جاهزين كل شيء أوكي. جاهزين. اسمع ريد. إيه. شوف قبل لا يدخل أبوي ها. بتحكي شنو لبناني. إيه. بسميك وائل. أم وائل. إيه ما تيجي مرة. صح كلامك. صح. إيه يكون يعني أكثر من جالية بال. صح. تسوي. أنا تبع النادي نادي الحديد. نادي الحديد. إيه. نادي الحديد. خلاص يعني أخلي أبوي يدخل. إيه وأنت شنو؟ أنا والله بعد أتفرج عليكم. هنا ايه تفضل حسني. يا هلا اللي هنا دستور يا اهل الدار. حسني ايه بسم الله ما شاء الله. الله 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 ايه الجمال ده. ايه الحلاوه دي ما شاء الله. اهلا 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 يا ست الكل. اهلا يا استاذ. اهلا اهلا وسهلا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا ما شاء الله. الدكتور حميد مدير الاوتيل. هيا مديرة الاستقبال في الأوتيل. ما شاء الله إيه الجمال ده. أوتيل بجد. إيه؟ سرير فواكه كل حاجة. جميل قوي. وش رأيك بوائل يقدر يكلمك عن الأوتيل أكثر وأكثر من 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 أهل بيروت. أهل وسهلا. أنا مش عارف ليه حاسس إنكم كذابين. ده من بيروت. إيه يبا هذا الرجال لبناني شيك بس لأن شنو شقته احترقت كان نايم وانا بقول الفيوم حمرا ليه. مو عم صدقني مو مصدقني. شو هيدا الحكي. شفتوا برني هالزغيدات الكبيرات. شفت حبيبي انت الله يكرمك ما شاء الله. الله يسعدك. اهلا وسهلا. باين انك من الروشه. ايوه يا استاذ حسني. طيب قولوا لي بقى بما اننا بنحل دلوقتي في الاوتيل. ايوه نظام اللاندري هنا ايه. اللاندري تكلمنا عنه قبل المره هذه. هني غسيل وابد. أشغل؟ لا شغالة هي. حميد؟ شغالة. بص يا أستاذ حسني اللاندري حقا ليه مبسوط كده يعني؟ ما عشان بشوفك. حد يمثل مع أميرة محمد وما يبسطش. إزاي؟ إزاي يا حبيبت؟ طيب بص يا أبص أنا بص يعني ناظر شوف. حاضر. اسمع اللاندري. ايوه لازم ناخذ الملابس الوسخه تمام وبنحطها في الاكياس ويحطها عند الباب وخلاص ناخذ اللاندري.